عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي قليل لو سمحت سؤالين. تفضلي. السؤال الأول أنا بالنسبة أنا عندي ورد يومي وبقول سورة البقرة كل يوم، ففي فترة الدورة الشهرية يعني سمعت مشايخ بقول إن ممنوع القرآن خالص، وفي مشايخ قالت جائز، فأنا بصراحة مش عارفة إيه الصح، يعني الشيخ يوضح لنا إيه الصح في كده، يعني أقرأ ولا ما أقرأش. تمام. السؤال الثاني اللي هي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس من صفات المتقين. هنا العافين عن الناس بقى يعني لو أنا حد ظلمني وأنا حبيت أكون من المتقين فأعفو، يعني هل ده تعارض مع إن اللي ليه حق ويدور عليه ما ضاع حق وطالب؟ هي كده في تعارض يعني أنا أخويا مثلا ظلمني في حقي في الميراث، هل هنا أنا لو رفعت عليه قضية عشان أطلب أخد حقي أخرج من صفة اللي هم المتقين، ولا أعفو عنه وأدخل في صفة المتقين والعافين عن الناس؟ يعني إيه الصح؟ شكرا برضو. شكرا جزيلا. شكرا. طيب السؤال الأول شيخنا تقرأ وردها اليومي وفي فترة الدورة الشهرية تحتار هل تقرأ ولا لا تقرأ، ما العمل؟ طبعا مسألة قراءة القرآن للحائض والنفساء مسألة مختلف فيها، جمهور العلماء على منع ذلك وتحريمه، واستدلوا بأدلة لا تسلم من النقد، يعني لقول تعالى لا مسؤول المطهرون، والآية الحديث آسف إني لا أقرأ القرآن الحائض، ولكن أسئلة لا يعني الأدلة التي ذكرها الجمهور العلماء لا تسلم من النقل. لا مسؤول المطهرون مقصود بها النسخة التي في اللوح المحفوظ، والمطهرون هنا هم الملائكة، فالآية مش عن البشر ولا عن القرآن اللي في إيدينا. الحديث اللي استدلوا به حديث ضعيف. طيب ومنهم من قال إن يجوز استثناء من بعض الفقهاء لما يكون مثلا هي مدرسة قرآن عندها الورد بتاع اللي بتراجعه بتحفظ. الرأي الآخر وهذا ما أميل إليه أن لا يوجد دليل قوي في المنع، ويجوز شرعا للمرأة الحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف، لا 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 مانع في ذلك شرعا. ويفرق شيخنا الشيخ القرضاوي بين الحائض وبين الجنب. قال الجنب يقدر يزيل الجنبة بتاعته، الرجالة سهلة يخش الدش شوية مية وخلص خلاص يقدر، إنما المرأة ملهاش، هي لها أيام، يعني هذا ابتلاء الله لها، والنفساء نفس الحالة، فيبقى الأمر أخف. ولذلك مال لهذا الرأي أيضا قديما مسألة الجواز الإمام ابن حزم الظاهري، ويعني من المعاصرين قال به الشيخ الألباني وقال الشيخ القرضاوي في هذه المسألة في إن الحائض والنفساء، ونميل إليه كذلك في قضية قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء في هذه المسألة. الجنب طبعا يقدر يزين جنبته ما عندوش عذر يعني. أي نعم. فده الخلاف بين المذاهب، فهي ما ترى إذا احتاجت إلى ذلك لا مانع شرعا أن تفعله، تأخذ برأي من أجاز. أي نعم. طب هل المصحف على التليفون شيخنا يعتبر مصحف يعني؟ لا يأخذ أحكام المصحف. يعني يمكن الواحد يقرأ من التليفون لو مثلا كان في مواصلات، في راح، حتى لو يعني بل البعض كمان أجازوا في يعني في دورات المياه. أهي. إنك أنت لو في دورات المياه بتاعتنا دلوقتي عشان مثلا استوعب يعني إن دورات المياه دي لا تأخذ أحكام الدورات المياه القديمة. اللي هي عشان بس نميز الحكايه مثلا، وده كان قالها لي شيخنا الشيخ القرضاوي، بيرى ان حمامات الايام دي لا تنطبق عليها احكام حمامات القديم. ليه؟ لان كان زمان حمامات زمان اعزكم الله النجاسه في المكان نفسه. لان عندك خزان تحت من القعده نفسها اعزكم الله، فكل النجاسه في مكان واحد، هي خلاص حمام وحمام والنجاسه فيه دائمه الا لما بيجي عربيه تكسح وتمشي، صح؟ اي نعم. الان ما بقاش كلام ده، انت النهارده بتشد السيفون الله يعزك بتنزل كل النجاسه بالميه في مواسير بره السكه لحد بعد كده من الشارع وشوارع وماكن ومناطق الى صرف صحي. أينا. مش موجود، ما بقاش البيت فيه النجاسه، لا يحتفظ بالنجاسه ولا الحمام نفسه، فاخذ احكاما اخرى. لو حمام على القديم ياخذ احكام الحمام القديم، لو حمام بهذا الشكل فبتسري فيه هذه المساله ولا ياخذ. وكذلك الموبايل لا ياخذ حكم المصحف لانه ما فيش فيه اوراق وتصفح، لان المصحف جاي من التصحف يصحف او من الصحف. اي نعم. اي نعم.